كيف تكسب احترام الآخرين وتقديرهم سواء في العمل أو في الحياة بشكل عام؟ أقدم لكم في هذا الفيديو بعض النصائح المفيدة لفرض الاحترام. ابقوا معي حتى آخره لأن النصيحة الأخيرة هي الأهم. مرحبا بكم، معكم نزار يوسف. كل شخص يريد أن يتمتع بتقدير الآخرين واحترامهم، وهذا يعتمد على التصرف والسلوك، ولكن بداية لابد من التفريق بين الاحترام وبين التهذيب، فكثيرا ما يتم الخلط بينهما، حيث يرى البعض أن التهذيب هو الاحترام، ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحا، فالتهذيب سلوك خارجي يظهره الإنسان ويتصرف وفقه، لكن الاحترام شعور داخلي واقتناع باطني من قبل الآخرين، ومن السهل الظهور أمام الآخرين بمظهر المهذب أو المؤدب، ولكن ليس من السهل كسب احترامهم وتقديرهم. ومن يرغب في أن يحترمه الآخرون عليه أن يبدي الاحترام لنفسه أولاً، وأن يتصرف باحترام مع الآخرين. وبدون مقدمات طويلة، إليكم أهم نصائح الخبراء في هذا الشأن. أولاً، عليك أن تؤمن بأنك جدير بالاحترام. من أجل أن يحترمك الآخرون، عليك أولاً أن تظهر الاحترام لنفسك. وأبرز ما يدل على احترامك لنفسك هو أن تقول كلمة لا للأمور التي لا ترغب فيها. النصيحة الثانية، مهارات التواصل كالنظر في العيون والاستماع لكلام الآخرين بهدوء حتى نهايته، وكذلك الحديث بهدوء وبدون تسرع. النصيحة الثالثة، تحدث عن إنجازاتك ومهاراتك، وذلك كي يعرف الآخرون مواطن قوتك والمهارات التي تتمتع بها. أما النصيحة الرابعة، فأظهر تقديرك للآخرين ولأعمالهم الجيدة، فيشعرون بأنك تحترمهم وسيبادلونك الاحترام والتقدير. النصيحة الخامسة، اعتني بمظهرك الخارجي، فهو الغلاف الجميل الذي يليق بما في داخله، وهو ما يلفت الانتباه الأول. وتذكروا دائما أن الانطباعات الأولى عادة ما تدوم. النصيحة رقم 6، انتبه للغة جسدك، فلغة الجسد لها تأثير مباشر على من هم حولك. فعندما تكون لغة جسدك مفعمة بالثقة بالنفس، وعندما تشع حركاتك لطفا وإيجابية، فسيكون من السهل عليك التأثير بشكل إيجابي على الآخرين، وستصبح انطباعاتهم عنك إيجابية. والآن نصل إلى النصيحة الأخيرة والتي قد تفاجئك، وهي أن تكون على طبيعتك، كن كما أنت وابتعد عن التصنع، فالناس يحترمون العفوي والمنطلق. والآن أخبرونا تجاربكم في هذا الشأن، وأي نصيحة برأيكم هي الأهم؟ شكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم في الحلقة القادمة. سلام.